بالخداع جروا شباب العراق إلى التهلكة بكذبة المزاج والكيف الموهومة تحولت الصورة في البلاد إلى نقمة على العباد حتى بات العنوان أخطر من إعلان حرب على جيل الشعب المكلوم وتخيل أن بلاد الرافدين أصبحت أكثر الدول التي تبيع المخدرات بأسعار رخيصة الساعة اقتربت فلا بد من إعلان حرب على شبكات التدمير للشعب بتجارها ومروجيها ومتعاطيها هكذا ناشد المواطنون عبر المنصات والشاشات تلك المصيبه لم تقف عند حد التعاطي نيرانها ضربت فعصفت بارواح المواطنين قتلا وسرقه وابتزازه وعلى وجه السرعه التي يعلنها العراق دوما من خلال اجهزته الامنيه التي تسجل في كل جوله عمليه ناجحه تكتيكيه في القبض على المجرمين الصانعين لافه خطيره هالكه يتحرك جهاز مكافحة الإرهاب للتخطيط بمواجهة آفة المخدرات وإنشاء قوة خاصة لمكافحة الآفة على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده عبد الوهاب الساعدي. الجهاز الذي سجل نجاحات وعمليات نوعية في حربه ضد الإرهاب الداعشي. سجل محطة أنظار وإعجاب العالم أجمع. لذا اصبح من الممكن التوجه نحو انشاء قوة خاصة لمكافحة المخدرات تكون تحت اشراف جهاز مكافحة الارهاب من ناحية التدريب والتأهيل والتسليح، تتولى تعقب وملاحقة شبكات تجارة المخدرات بالتنسيق مع الجهات الاستخبارية والأمنية المعنية بالتأكيد على أن المخدرات لا تقل خطورة عن داعش والمجتمع بدأ باستشعار خطرها سيما خلال الفترة الأخيرة. نقطة فاصلة يطالب بها العراقيون بإعادة ضبط الأمن تحت سيادة القانون. والضرب بيد من حديد على اشباح افه تهدد مستقبل العراق